يعني انا كل اللي اقصده او كل اللي اتمناه زي ما كان المنهج بالنسبه لنا ومعاك ومع نادي الزمالك كجمهور واداره ولعيبه وعلى راسنا من فوق كلهم، وانا يعني بقول اسماء لعيبه من شويه، لكن ممكن يبقى في اعظم منهم واعظم مني واعظم من ناس كتير جدا وبتشارك في نادي الزمالك، لكن المساحه كانت من 2000 ل 2004 مثلا، يعني على سبيل المثال كان في فرقه كويسه وفي تعاون كويس وفي كلام كويس وفي تقدير للناس بشكل كويس جدا جدا. اللي حصل في الفتره الحاليه هي يعني شوشره وكلام كتير جدا وانفعالات وتدخلات يعني مش هتجيب نتيجه خالص، لان الحقائق عمرها ما هتتغير، يعني الحقائق عمرها ما تتغير والتاريخ عمره ما هيتنسي، والالقاب اللي انت بتحققها بتحققها بعرقك وتعبك وجهدك وتصميمك وارادتك واستعدادك، فاوعى تفتكر ان في حد في الدنيا هيسيبك تعمل كده بمزاجك يعني او هيسيبك تتكلم كده على هواك، لا يمكن لا يمكن لا يمكن. ده في اجيال وناس وحاجات كتيره اتعملت عشان توصل للقب زي الدوري مثلا، يعني زي الدوري المصري او زي كاس مصر او زي بطوله افريقيا، فده تعب تعب شديد جدا، مش هتيجي بكلمه هنا يمين ولا شمال كده فواحد يعني يقوم من النوم كده على هواه ان هو يقول لك يعني تعالى نفتح الموضوع دوت وثلاثه اربعه ومش عارف ايه وخدنا خمسه وخدنا سته. المعايير كانت كده، دوري ابطال افريقيا او دوري الابطال بالنسبه للدوري كان مساوي مثلا لبطوله الكاس، واللي بياخد الثاني اللي بياخد الثاني بياخد نقاط كذا، واللي بياخد الدور الثمانيه او اللي بياخد دور الثمانيه بياخد نقاط كذا، زي الدوري بالظبط. ولا على نفس المنهج، على نفس المنهج مثلا يعني هو الزمالك دلوقتي تصنيفه في افريقيا تقريبا السابع او الثامن حاجه كده، تقريبا السابع مثلا، يعني لو نفس المنهج او نفس المنطق اللي انت بتفكر فيه مثلا يبقى ولايه الديشه دي ولا مش عارف اسمها ايه الاثيوبيه دي مثلا اللي انشات 2009 تقول لك لا انا تصنيف احسن من الزمالك، انا كسبت الزمالك وخرجت الزمالك. الزمالك بياخد التصنيف بناء على ترتيبه، ترتيبه في السنين اللي فاتت، وصل دور 8، دخل نهائي 2016 قدام سان داونز، وصل لدوري دور الثمانية ودور عمل 32 في الكونفدرالية، حتى لو طلع منها بياخد نقاط، ده التصنيف. يعني انت بتقبله دلوقتي في تصنيفك دلوقتي مثلا، يعني على سبيل المثال فيتا كلاب مثلا كسب الزمالك رايح جاي في 2012 مثلا او 2011 حاجه كده، تمام؟ هل يقول مثلا فيتا كلاب دلوقتي لا انا احسن من الزمالك ده انا كسبته رايح جاي؟ تصنيف الزمالك في النقاط في بقيه السنين كان احسن. تشيلسي الغاني مثلا، تشيلسي الغاني كسب الزمالك وتعادل معاه، كسبه 3-2 وتعادل معاه 1-1، هل في الترتيب دلوقتي نقول تشيلسي احسن من الزمالك وتصنيفه احسن من الزمالك على اساس ان هو كسب الزمالك وتعادل مع الزمالك؟ منطق عجيب جدا، يعني المعايير تمشي معاك وتزعل قوي تقول ده انت الاهلي سنه بقاله مش عارف 10 سنين القرعه ما وقعتوش ابدا الماتش الثاني بره ارضه. يا سيدي معايير الاتحاد الافريقي كانت ساعتها كده، مش الاهلي لوحده، الاهلي عشان بطل، الاهلي عشان محتكر القاره الافريقيه في السنين او العشر سنين اللي فاتت مثلا، اوكي؟ فكانوا بيتجنبوا ان الفرق ده مش الاهلي بس، الاهلي ومازيمبي والترجي. حضرتك اللي بعيد، يعني حضرتك اللي كنت بعيد، فعشان كده بتخش في دايره ثانيه في التصنيف. والاتحاد الافريقي مش الاتحاد المصري، الاتحاد الافريقي ما فيهوش الكلام ده خالص. الاتحاد الافريقي عنده اسس ومعايير بيمشي عليها. الاهلي مثلا على سبيل المثال اكبر دليل. هبسطها لك يا مثبت العقل والدين يا رب، هبسطها لك. احنا مثلا السنه دي لعبنا منانا الجابوني، منانا الجابوني في دوري الابطال، الماتش الثاني كان فين؟ في الجابون. الزمالك لعب مع ولايه اسمها ولايه ايه؟ ولايه ديشه اسمها ولايه ايه؟ ديشه. الماتش الثاني فين؟ في القاهره. تمام؟ سيبك مين صعد ومين خرج، دي مش الـ مش الـ مش الاساس في اللي انا عايز اوصل له. السنه اللي فاتت تمام لعبنا مع بيت فيست، الماتش الثاني كان فين؟ كان في جنوب افريقيا، ما كانش في مصر. اوكي، ليه بقول كده؟ معايير الاتحاد الافريقي او نظام نظام الاتحاد الافريقي قال لك لا، في خمس ست فرق، في خمس ست فرق دول انا بجنبهم في الادوار التمهيديه، فمش هديهم ميزه ثانيه ان هم يلعبوا الماتش الثاني على ارضهم. اوكي، اتكلمنا قلنا ايه الظلم ده وايه ما ينفعش وايه هو خلاص نظام بيتحط احنا بنمشي عليه. النظام ده كان في صالحنا اهلا وسهلا، ما كانش في صالحنا بنشتغل على ان احنا نستفاد منه بشكل كبير جدا من خلال اللقاءات المباشره يعني او اللقاءات العاديه. طيب الحاجه الاخيره بقى